فإذن السؤال الأول، إحنا عندنا دي إن إيه يتألف من ثيامين ثيامين أدينين ثيامين سيتوسين جوانين أدينين ثيامين سيتوسين ثيامين أدينين سيتوسين، هذا باتجاه 5-3 المقابل الماسنجر آر إن إيش راح يصير؟ راح يصير كالتالي: أدينين أدينين يوراسيل أدينين جوانين سيتوسين يوراسيل أدينين جوانين أدينين يوراسيل جوانين. نجربها بورقة وقلم، اكتب أول شيء دي إن إيه: ثيامين ثيامين أدينين ثيامين سيتوسين جوانين أدينين ثيامين سيتوسين ثيامين أدينين جوانين. خلي على الجهة اليسرى 5-، خلي على الجهة اليمنى 3-. ترجمة الدي إن إيه هذا على شكل ماسنجر آر إن إيه ستلقاه: أدينين أدينين ثيامين أدينين جوانين سيتوسين عفوا يوراسيل أدينين 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 يوراسيل، أبدأ من البداية: أدينين أدينين يوراسيل أدينين جوانين سيتوسين يوراسيل أدينين جوانين أدينين يوراسيل جوانين. هذا الماسنجر آر إن إيه يكون اتجاهه بالاتجاه 3 برايم الى 5 برايم، هذا الماسنجر ار ان اي. حتى التي ار ان اي يقراه لازم ارجع اقلبه بالاتجاه 5 برايم الى 3 برايم، ولهذا السلسله اللي سويناها من الماسنجر ار ان اي واللي هي 3 برايم ادينين ادينين يوراسيل ادينين جوانين سيتوسين يوراسيل ادينين جوانين ادينين يوراسيل جوانين 5 برايم، من يجي ال tRNA يقراها بالاتجاه 5 برايم الى 3 برايم. فانا حتى افتهم شنو السيكونس مال البروتين الصير راح اني اجي اقلبه بالاتجاه العكس، فكان بالبدايه 3 برايم ادينين ادينين وبالنهايه جوانين 5 برايم، اجي اقلبه ايش راح يصير؟ 5 برايم جوانين يوراسيل ادينين جوانين ادينين يوراسيل سيتوسين جوانين ادينين يوراسيل ادينين ادينين. اوكي، هاي انا قلبت ليش؟ لانه التي ار ان اي راح يجي يقرا بالاتجاه 5 برايم الى 3 برايم. كان عندنا دي ان اي يبدا من ثيامين ثيامين ادينين وينتهي الى ثيامين ادينين سيتوسين، الترجم على شكل ماسنجر ار ان اي بالمثال هذا بالاتجاه 3 برايم الى 5 برايم، يبدا بالادينين ادينين يوراسيل وينتهي بالادينين يوراسيل جوانين. التي ار ان اي ما يقرا بالاتجاه تي ار ان اي، ما يقرا باتجاه 3 برايم الى 5 برايم، وانما يقرا باتجاه 5 برايم الى 3 برايم، فعكسه راح يبدا من 5 برايم جوانين يوراسيل ادينين جوانين ادينين يوراسيل سيتوسين جوانين ادينين يوراسيل ادينين ادينين. بعدها أنا أجي أستعمل هاي الشفرة الوراثية أو القاموس الوراثي حتى أنا أجي أدرس شن هو البروتين اللي راح يترجم له، فأجي ألقى. طبعاً أنا أطلب من عندك تحلو من تقرأ المحاضرة هاي تحلها على شكل ورقة وقلم حتى تفتهمها. من أجي أترجمه: جوانين يوراسيل أدينين جوانين يوراسيل أدينين، فراح أجي ألقى يترجم جوانين يوراسيل أدينين هو عبارة عن فالين، جوانين أدينين يوراسيل جوانين أدينين يوراسيل هذا ترجم على شكل أسبارتات، وبعد الجوانين سيتوسين جوانين أدينين سيتوسين جوانين أدينين يترجم على شكل أرجينين، وآخر واحد يوراسيل أدينين أدينين يترجم على شكل ستوب كودون. فهنا صار عندي عبارة عن بروتين يتألف من 3 أحماض أمينية: فالين، أسبارتات، أرجينين، والستوب يعني بعد وقف الإنتاج. فحصلنا على بروتين يتألف من 3 أحماض أمينية. فأنا أقول لك what a protein sequence it will be translated for. فأنا يكون الجواب هو فالين، أسبارتات، أرجينين، ستوب كودون. هذا السؤال هدف من عنده إنه تفهم شلون هذه العملية. لكن إذا أطلبه من عندك لازم أنا أعطيك هذا الجدول القبله، لأن ما مطلوب منك حفظ حتى تجاوبه. وبالحالتين أنا أريد منك تعرف شلون راح يترجم. الأمثلة اللي بعدها هي أنت مكلف بحلها حتى تعرف شلون تنتهي هاي عملية فهم الـ DNA. لهنا أخذنا الـ DNA، أخذنا
ال ار ان اي، قارنا بين اللي دي ان اي والار ان اي، اخذنا معلومات عامه عن الدي ان اي تركيبته، عن الار ان اي سواء كان ماسنجر ار ان اي او رايبوسومال ار ان اي او ترانسفير ار ان اي. بعد ما صنع الماسنجر ار ان اي، اكو موضوع جدا مهم احنا ندرسه، اكو بيفة صفات معينه الماسنجر ار ان اي، هاي لازم موجود بالماسنجر ار ان اي حتى تصير عمليه التصنيع مالته، وحتى ايضا تصير عمليه الترانسليشن مال ترجمته عفوا الى شكل احماض امينيه. فان اوردر تو سينثيسيس ذا ماسنجر ار ان اي من الدي ان اي سيكونس، اكو فد مكان معين، اكو فد مكان معين موجود على الدي ان اي، هذا المكان معين يعطي سيجنال انه تصنيع الماسنجر ار ان اي يبدا من هذا المكان الى هذا المكان. احنا حكينا في ضمن محاضرتنا على انه الدي ان اي مو كله يترجم على شكل ماسنجر ار ان اي، اكو بعض مكانات الدي ان اي وظيفتها ريجوليتري، تعطيك معلومات كم مره يستنسخ الماسنجر ار ان اي، يا مكان يستنسخ الماسنجر ار ان اي، وين ابدا باستنساخ الماسنجر ار ان اي، وين انتهي باستنساخ الماسنجر ار ان اي. فالدي ان اي مو كله يترجم على شكل احماض امينيه وبروتينات، اكو مكانات وظيفتها ريجوليتري، اكو مكانات وظيفتها تحديد امر الدي ان اي الخليه، اكو مكانات وظيفتها تحدد لك كم مره تستنسخ الماسنجر، اكو مكان يحدد لك يا مكان يستنسخ ويا مكان ما يستنسخ، اكو مكانات بين وظيفتها من تبدا ومن تنتهي. فضمن سلسله الدي ان اي اللي هي تعطيك سيجنال من الدي ان اي مو الماسنجر ان اي، ضمن سلسله الدي ان اي اللي يترجم على ماسنجر ار ان اي اكو مكانات معينه، هاي مكانات هنا ثلاث مكانات يسموها ثلاثه بوكسز. مكان موجود على الدي ان اي اسمه كات او بوكس، كات بوكس او هوجنز، هذا الكات بوكس الى وظيفه معينه. اكو مكان ثاني يسموه تي اي تي اي بوكس، عفوا تي اي تي اي هو الهوجنز، اكو مكان اسمه تي اي تي اي بوكس هو هوجنز، اكو مكان ثاني اسمه كات سي اي اي تي بوكس، واكو مكان ثاني يسمونه الجي سي بوكس. هذني المكانات موجوده على الدي ان اي مو على الماسنجر، ركز وياي، على الدي ان اي وظيفتهن تعطي سيجنال انه من هذا المكان ابدا تصنيع الماسنجر ار ان اي، ومن هذا والى هذا المكان انتهي بتصنيع الماسنجر ار ان اي. فهذا السيجمنت هي ثلاث مكانات، واحد من عندهن اللي هي تي اي تي اي يسموه هوجنز، يتالف لك من سيكونس من الدي ان اي يبتعد بمقدار 25 نيوكليوتايد من مكان الاستنساخ، هذا يعطي سيجنال انه يابا من هاتش مكان ابدا تصنيع الماسنجر ار ان اي. اكو مكان ثاني اللي هو سي اي اي تي على الدي ان اي، هذا ايضا ينطي سيجنالز يقول ايضا منا ابدا ومنا انتهي، يحدد لك مكان النسخ ويحدد لك مكان اللي تنتهي بالاستنساخ ويحدد لك كم مره تبدا الاستنساخ. فاكو ثلاث مكانات، المكان الثالث اللي هو جي سي كونتنت اللي هو جي 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 جوانين 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 سايتوسين جوانين جوانين، ثلاث مكانات موجوده على الدي ان اي يطن سيجنال وين تبدا الاستنساخ وين تبدا تنتهي الاستنساخ وكم مره تستنسخ وش وقت تتوقف وش وقت تبدا بعمليه نسخ الماسنجر ار ان اي. طبعا اكو في عمليه تكوين الماسنجر ار ان اي بوجود انزيم الار ان اي بوليمريز اكو انهبيترز حتى شنو التسيطر على عمليه الريبليكيشن. بعض الانزيم اللي هي البوليمريز 2 الى انهبيتر، الانهبيتر هو امانتيدين، هاي موجوده بالمشروم واللي هي ماده سامه. في حالة وجود هاي الإنسان يلزم هذا المشروم أو يأكل هذا المشروم اللي هو بهاي المادة السامة الأمانتيدين، هذا شو راح يسوي؟ هاي راح ترتبط لك بالبوليمريز وبالتالي تمنع تكوين الماسنجر آر إن إي وبالتالي تمنع تصنيع البروتينات. من هذا الأمانتيدين موجود بالمشروم والإنسان يأكل هذا المشروم وبهاي المادة الأمانتيدين راح تجي توقف إنزيم البوليمريز وبالتالي توقف عملية تصنيع الماسنجر آر إن إي وبالتالي تتوقف عملية تصنيع البروتينات، وممكن هذا يؤدي بالنهاية إلى توقف تصنيع الإنزيم أو الهرمونات أو أي شيء وبالتالي ينتهي بوفاة الإنسان. فأكو مواد كيميائية ممكن أنه تأثر على الإنزيم اللي يصنع لك الماسنجر آر إن إي وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى مقتل أو قتل الإنسان أو تغيرات بطبيعة الهرمونات اللي جاي من هاي الخطأ أو تغيرات بطبيعة الإنزيم اللي جاي من وجود هذه المادة الكيميائية. الـ RNA polymerase 3 هو انزيم